ببطء يحاول هؤلاء السائقون اجتياز هذه الشوارع داخل مدينة البيضاء في محاولة لتخفيف الأضرار على سياراتهم مما قد تتسبب به هذه الحفر الممتلئة بالمياه من خسائر مالية كبيرة نتيجة الإصلاحات المستمرة. سبب تكسير اسمها مقصات، تكسير طاوات، بنشرة باستمرار. يعني إذا أنت تشتي مشوار إلى من 10 دقائق إلى 5 دقائق تشلله من نص ساعة إلى أكثر من نص ساعة. هذا هو. خلال الأيام الأخيرة شهدت المحافظة أمطارا غزيرة نتج عنها تدمير كبير للطرقات والبنية التحتية في المنطقة. مع تأثير المنخفض الجوي وتغيرات المناخ باتت الطرقات مشابهة للمستنقعات والبرك، مما يشكل تهديدا خطيرا للصحة والبيئة. شوف كيف الأكياس والقمامة داخلة وكل الناس متأثرين فيه، لا العابرين ولا أصحاب المحلات، من طرف الشارع لا نهاية الشارع. عطلت السيول الجارفة الطرق الرئيسة الدولية، ما تسبب في احتجاز المسافرين لساعات عديدة، إضافة إلى تعثر حركة المرور في الطرق الداخلية للمدينة. تتعاقب الفيضانات والأعاصير والمنخفضات الجوية الشديدة على محافظة المهرة، ما تسبب في شل البنية التحتية وتدمير الخدمات العامة، وسط ضعف التدخلات المركزية لوضع حلول فعالة. الحقيقة أن الأضرار اللي تعرضت لها محافظة المهرة نتيجة العواصف والأعاصير اللي تمت مع الدورة المناخية الجديدة هذه، حقيقة أن وضع يعني صعب جدا. نريد من الأخوة في الحكومة أن يتحملوا مسؤولياتهم مثل ما تتحمل السلطة المحلية جزء من المسؤوليات. الأخوان في الميدان كلهم عسكر ومدنيين، يعني ما نميز بين حد، كلهم يشتغلوا. بعد كل كارثة مناخية هنا يطالب السكان بإعادة تأهيل الطرق والشوارع بشكل جيد لضمان استقرارها وسلامة المواطنين. ياسر محمد لقناة بلقيس، المهرة.